أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن حضور الإمارات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المقام في الكويت هو التزام متجدد ضد التطرف والإرهاب. وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر تويتر أن الدبلوماسية الكويتية أحد الجسور العربية الخيرة والمهمة، ودورها في هذا الملف له كل الشكر والتقدير، مشيرا إلى أن حضوره اجتماع الكويت يعد توجها يمثل حجر أساس في الخط الإماراتي وإدراكا مبكرا لخطر هذه الأيديولوجيات والجماعات الإرهابية.